اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين النهارده هنناقش الجدول الدوري والمواعيد والنتائج اللي حدثت في الجوله الاولى. طيب نبدا مع بعض نتائج الجوله الاولى من الدوري المصري. طبعا كان في مباريات تقويه على مدار عده ايام خلال الفتره الاخيره. نبدا اول مباراه، انبي خسر على ملعبه امام اسوان 1-0، طلائع الجيش تعادل مع الجونه 1-1، الانتاج الحربي خسر على ملعبه من سيراميكا كليوباترا 2-0، البنك الاهلي تعادل مع وادي دجله 1-1، بيراميدز خسر على ملعبه من الاتحاد السكندري 2-1، والمقاولون العرب ايضا خسر على ملعبه من الزمالك 2-0، والمصري والاسماعيلي ديربي القناه انتهى بالتعادل سلبي 0-0، والاهلي فاز بنتيجه عريضه على مصر المقصه 3-1، وفي ختام المباريات بالامس سموحه تعادل مع غزل المحله 1-1. طيب دي كانت نتائج مباريات الجوله الاولى. الجوله الثانيه على طول سريعا، مفيش وقت، لازم تكون المباريات كلها متلاحقه ورا بعض. طبعا يوم 16 ديسمبر في ثلاثة مباريات في توقيت واحد، أسوان مع طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي، وادي دجلة مع المقاولين العرب. يوم 17 ديسمبر في اليوم التالي أيضا في ثلاثة مباريات، الجونة مع المصري، والإسماعيلي مع إنتاج الحربي، وبيراميدز مع الزمالك. يوم 18 يوم الجمعة في ثلاثة مباريات أيضا، مصر المقصة مع إنبي، والاتحاد السكندري مع سموحة، والأهلي مع غزل المحلة في ختام مباريات الجولة الثانية. وبالمناسبة بعد هذه المباراة الفريق هيتوجه إلى المطار استعدادا للسفر إلى النيجر. طيب ترتيب جدول الدوري بعد الجولة الأولى، طبعا لسه الترتيب بشكل عام مش هيبان من دلوقتي، لكن من خلال نتائج الجولة الأولى، الأهلي في الصدارة مع الزمالك والسيراميكا والاتحاد وأسوان، الخمس أندية في المركز الأول بثلاثة نقاط، دجلة سموحة المحلة الجيش الجونة البنك الأهلي الإسماعيلي المصري بنقطة واحدة، وفي زيل وجدول الترتيب بيراميدز وإنبي والمقصة والمقاولين والإنتاج بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى من مباريات الدوري العام. طيب مزيدا من التفاصيل في هذا الأمر عشان بقى نتكلم على فكرة النتائج اللي تحققت في الجولة الأولى، وإزاي نقدر نقيم هذه النتائج ونشوف المرحلة الجاية بالنسبة للدوري العام، وهل البداية ممكن تقول لنا ان الدوري هيكون دوري ساخن دوري قوي، والارقام كمان اللغه بتاعتها في هذا الشان هتكون ازاي. طيب لذلك في هذه اللحظات انا هيكون معايا محلل الاداء وطبعا الناقد الرياضي الاستاذ ايمن محمد عشان نستعرض معاه من خلال فقره ترند اونلاين الجديد بالنسبه لمرحله هذا الموضوع، ونتكلم على الدوري العام. طيب طبعا برحب بالاستاذ ايمن محمد محلل الاداء. استاذ ايمن مساء الخير عليك ومنور الدنيا، وبسعد دايما بلقائك لانك بتتكلم في تفاصيل فنيه مهمه جدا. برحب بيك في البدايه. مساء النور يا محمد، واهلا بيك واهلا بكل الساده مشاهدي قناه الاهلي الحبيبه، ومبسوط جدا ان انا متواجد معاك. الله يخليك يا ايمن. طيب واحنا بنستعرض النتائج والمباريات وجدول الدوري في الجوله الاولى ومباريات الجوله الثانيه، تقدر تقول البدايه شكلها ازاي، ولغه الارقام بالتاكيد من خلال متابعتك بتديك صوره بدايه على شكل الدوري هيبقى ازاي؟ مبدئيا كده المباريات الاسبوع الاولاني امتازت بالحماس وبالقوه الشديده، وده شيء متوقع خصوصا للفرق اللي صاعده من الدوري للدرجه الاولى زي سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي، وحتى غزل المحله اللي حقق امبارح مفاجاه بالتعادل مع سموحه 1-1، وكان قريب جدا ممكن يخطف ثلاث نقاط في اخر المباراه. الجوله فيها بعض الظواهر الايجابيه والجيده جدا 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 من ناحيه النجاعه الهجوميه او الرغبه بتحقيق الفوز، في مدارس جديده موجوده في قلب الكوره، او يعني مدربين جداد بيحاولوا يقدموا وجه جديد للكوره، مفيش خوف، اللعيبه اللي حتى اللي طالعه من دوري الدرجه الثانيه بتقدم مستويات جيده جدا، والفرق الجديده عايزه عندها رغبه اكيده انها ما تكونش ضيوف شرف ويطلعوا او يفضلوا موجودين في الدوري الممتاز ما ينزلوش ثاني. طبعا في مفاجآت برضو كبيره زي غزل المحل، زي الاتحاد السكندري وفوزه على بيراميدز في القاهره، وخصوصا النهايه الدراماتيكيه الخاصه بركلة الجزاء، وبعد كده لما يتم احتسابها في الآخر، وبعد كده الهجمة الأخيرة اللي أحرز من خلالها خالد الغندور، اللي كان عن طريق الأسيست كان عن طريق محمد عبد السميع اللي هو برضو لاعب المنصورة وبرضو اللي هو القادم من دوري الدرجة الثانية. ففي دم جديد، نقدر نقول في دم جديد موجود سواء على مستوى اللعيبة أو حتى على مستوى المدربين زي هيثم شعبان في نادي سيراميكا. الدم الجديد دوت مدي للجولة الأولى حماس. برضو طبعا في حصلت اخطاء موجوده من بعض المدربين زي ارو بارينا، وده اثر بشكل كبير على مستوى بيراميدز. في طبعا حاجات ايجابيه جدا، مثلا وبنتكلم على الاهلي وبيتسو موسيماني، بيتسو موسيماني عمل اكسبكتد جولز في المباراه حوالي 4.06
6، وده معدل خلق فرص او معدل خلق فرص للتهديف عالي جدا جدا جدا، يمكن حتى ما بيظهرش ساعات حتى في ماتشات اوروبيه او ماتشات عالميه. في ناس هتيجي تتكلم معايا وتيجي تقول لي مثلا برضو عشان خاطر كابتن ايهاب جلال مع مصر مقصه بيلجا لاسلوب لعب مفتوح، وده حقيقي، لكن لما نيجي نقارن ما بينه وما بين بيتسو موسيماني ونشوف ان معدل خلق الفرص المحققه للتهديف او الاكسبكتد جولز زي ما بنتكلم عنها في علم البيانات وصل ل 0.5 بس، فده معناه ان الاهلي كان برغم ان هو كان بيخلق عدد كبير جدا من الفرص هجوميا لكنه لم يتهدد دفاعيا بشكل يتناسب مع الكم الفرص اللي انت بتتكلم فيها. أكيد. يعني انت في فرق ممكن تلعب هجوم فيبقى ليها تخلق فرص بشكل كبير ويتخلق عليها فرص برضو بشكل كبير، لكن انت قدام مصر المقصة انت خلقت فرص بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت انت دفاعاتك كانت محمية الى حد كبير جدا، وده شيء ايجابي. الخطط مثلا لو هنتكلم على الخطط، طبعا التحول او الفكرة بتاعت 4-4-2 اللي بيلعبها بيتسو موسيماني 4-4-1-1 مش بالشكل التقليدي، انت عندك 2 مهاجمين او 2 رؤوس حربة، لا انت عندك 2 متحركين طول الوقت. الاكستريم بنتريشنز او الاختراقات الحادة اللي بتحصل سواء من طاهر او من ناصر ماهر من اقصى اليمين لاقصى اليسار والعكس صحيح، التقدم الزائد لكهربا انه بينضم لمحمد شريف فبيخلق المساحات لعلي معلول. بيتسو موسيماني بيقدم استراتيجية مختلفة تماما في الدوري او في فكرة انك انت بتدخل المنافس معك في الجيم عشان خاطر تفتكر انه هو او هو يفتكر انه هو عنده فرصة ان هو يكسبك، لكن في الحقيقة انت بتشتغل طبقا الاستراتيجية بتاعته. وطبعا مع توالي المباريات وزي ما انت قلت بكرة كمان هتبتدي الجولة الثانية مباشرة، هيبقى الانديه. الو ايوه اتفضل ايمن معاك. هيبقى مهم جدا المديرين الفنيين في الاندية ان هم يستغلوا اجزاء كتيرة من الماتش لعملية الريكفري والاستفادة بالخمس سدلات عشان خاطر يقدروا يأثروا او يقدروا يحافظوا على الريتم بتاع الفريق او اللي يحموا الفريق من الاصابات اللي ممكن تكون تصيبهم في الجولات في ظل ضغط المباريات. طيب ايمن انا ليا سؤال واعتقد هو هيبقى مختلف شوية عن البدايات بتاعت الدوري العام. انت بتتكلم في دوري المفروض لما كان بيبدا نسبه التهديف في الجوله الاولى بتبقى ضعيفه، المره دي احنا قدامنا رقم 18 هدف في الجوله الاولى، هل ده معناه ايه؟ معناه ان كان في تلاحم مواسم فبالتالي فتنس المباريات واللياقه البدنيه والفنيه خلاص ما بقتش فكره ان هي ممكن يكون يعني سبب ان معدل التهديف مش كبير، لكن البدايه شايفها قويه، يعني شايف الجزئيه دي ازاي ان 18 هدف في اول جوله معناه ان اللعيبه كلها والفرق كلها في فتنس المباريات واللياقه الفنيه موجوده. ما ده اللي انا قلت لك عليه، في رغبه كبيره جدا من كل الفرق انها تقدم مستويات قويه من البدايه. كل الفرق بتهاجم باستثناء مباراه الاسماعيلي وغزل المحله اللي كان الاداء فيها سلبي للغايه الحقيقه، لكن كل الفرق بالاستثناء الاسماعيلي والمصري الاسماعيلي والمصري كل الفرق بتهدف او حتى خلقت فرص للتهديف. يعني في فرق مثلا ما هدفتش مثلا زي المقاولين العرب، لكن كان برضو بيحاول يخلق لنفسه بعض الفرص وكان قريب جدا انه يسجل. الاهلي طبعا سجل، مصر المقصه زي ما احنا قلنا هي حتى كرة واحدة برضو سجل منها اللي هي في الضربات الركنية، فكل الفرق عندها الرغبة الأكيدة في أنها تكسب وأصبح الشغل الهجومي أو الشغل الفكر الهجومي مسيطر إلى حد ما، وده متوقع ومقبول جدا خصوصا في البدايات لأنك أنت ما عندكش لسه حسابات النقطة. وطبعا اللي بيكسب وبياخد 3 نقاط في البدايات ده بيأمن مركزه، مثلا إذا كان فريق بيرغب في أنه يحافظ على بقائه في الدوري الممتاز او ان هو يحاول يكون قريب من المربع الذهبي او من الخمسه او السته الكبار، او حتى في الفرق المتنافسه على اللقب زي الاهلي والزمالك. طبعا البدايات بالنسبه لهم بتبقى مهمه جدا عشان خاطر احنا شفنا السنه اللي فاتت مثلا الاهلي بعد 8 او 9 اسبوع كان بعيد جدا عن باقي المنافسين، وده اللي اثر على فرص بقيه المنافسين ان هم يحققوا او يحاولوا ان هم يطردوه في بقيه المسابقه. فالبدايات دايما بتبقى قويه جدا وكل الفرق بتسعى للفوز، لذلك التحفظات الدفاعيه بتبقى اقل كتير. أيمن محمد محلل الأداء أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية الرقمية والفنية للجولة الأولى، وبالتأكيد الفترة الجاية هيكون لنا تغطية على معدل عدد من المباريات أطول ومع كمان انطلاق دوري أبطال إفريقيا منتصف الأسبوع القادم. بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب. شكرا جزيلا. كان لقاء مهم جدا مع الأستاذ أيمن محمد محلل الأداء، لسه عندنا تفاصيل أكتر ولكن بعد الفصل.